أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير قل اللهم
الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة
ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلمه الله قل إن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من ويحذركم الله نفسه
والله رؤوف يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إن الله ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فلما وضعتها قالت بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها تو
ناديتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا طيبة إنك سميع
الدعاء وسيدا وحصورا. وسيدا وحصورا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال كذلك قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء ثلاثة أيام إلا
سيدنا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. قال رب اجعل لي آية. 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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله ونقيب القراء بمحافظة الفيوم وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة والمقيم بمدينة القاهرة الإدارة الكهربائية محطة الديزل الفخمة إدارة أولاد الحاج رأفت الطاهر والمقيمين بمجراح مركز المنصورة مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخيام المكيفة إدارة الحاج بكر عثمان الشناوي المنصورة شارع كلية الدراسات الإسلامية الخدمات الفندقية الممتازة إدارة أولاد المنشاوي والمقيمين بمجراح مركز المنصورة